بقى الكلام عن التربية والأساس والإنسانية والرحمة. شفنا كده في يعني حالة من الفخر من حي الشرابية انه بالاتفاق طبعا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والطب البيطري في مصر انه يتم عمل حملات لتسميم الكلاب. خلونا ناخد هاتفيا بس عشان نسمع كده بالتفصيل. طيب هيكون معانا حالا دلوقتي سيادة اللواء شاكر يونس رئيس حي الشرابية علشان بس يشرح لنا كده ايه الاجراء، لانه خلونا ناخد هاتفيا. ست اللواء شاكر يونس، اهلا بيك يا ست اللواء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. قرينا يا فندم كده انه في يعني شكر لحضراتكم على الفيسبوك حي الشرابية انه اتعملت حملات لتسميم الكلاب. ما دقة هذا الخبر يا فندم؟ هو فيها فعلا احنا بنقوم بحملات عشان الكلاب الضالة. الشرابية منطقة من الأحياء القديمة اللي فيها تكاثر سكاني عالي جدا. في جالي شكاوى كتيرة من الكلاب الضالة، وحصل حالتين عصر لأطفال. طبعا منطقة الشرابية الأطفال بتروح المدارس ويمشي في الشارع يروح المدرسة، مش كل الأطفال بتتوصل بعربيات وباصات مدارس. المدارس اللي عنده معظمها حكومية. مستوى المادي في الشرابية يعني متوسط، وفي بعض تحت المتوسط كمان، فالاطفال بتروح لوحدها المدارس. حصل حالتين عقر الاطفال. نسقنا حمله مع الطب البيطري. والسم ده بيجي عن طريق الطب البيطري، وبيعملوا معانا دكاتره من الطب البيطري في طبعا بيشرفوا على السم طبعا عشان يطمئنوا انه الكلاب اتسممت وانه اتحط سم في الشارع. تمام. بيبقى في معايا دكاتره من الطب البيطري، وبيبقى احيانا بيجي مشرف من الطب البيطري في مديريه الطب البيطري بالمحافظه مع اداره الطب البيطري عندي بالحي. وبناء عليه قلنا حمله الاسبوع اللي فات. قتلتوا كم كلب كده يا فندم تقريبا؟ لا دي بتبان تاني يوم بقى لما السم ده ما بيظهرش تاثيره في ساعتها، بيظهر بعد فتره. فتاني يوم اثناء مرور عمال النظافه بيبان بقى نسبه الكلاب اللي توفت. هو بيبقوا عاديين عدد الكلاب اللي كانوا في الطقم والنسبه اللي توفت. فاحنا بس كحي كده كرئاسه حي بالتنسيق مع الطب البيطري، جم الطب البيطري نزلوا حطوا السم للكلاب. فضلت الكلاب لحوالي تاني يوم تقريبا مصارينها بتتقطع وبتطلع في الروح لغايه ما توفت. عمال النظافه جم كنسوا الكلاب كده ولموها في الزباله. معلش استاذنك خليك معايا الست اللواء لو سمحت. خلونا ناخد هاتفين الاستاذه منى خليل نائب رئيس الجمعيه المصريه للرفق بالحيوان. اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا بيك استاذه منى. على الجانب الاخر يعني انا شفت الحقيقه انه في ناس بتحيي رئيس حي الشرابيه وتحيي المبادره الجميله بقتل كلاب الشوارع والتخلص منها في حمله مكبره الحقيقه. على الجانب الاخر الحقيقه انه حاله غضب كبيره جدا سادت مواقع التواصل الاجتماعي، وجات لنا عدد كبير جدا من الشكاوى حتى من ناس مش مهتمه بموضوع الحيوانات وبتقول يعني ايه وهنفضل كده لغايه امتى. تعليقك ايه يا استاذه منى يعني كممثله الحقيقه بقدر كبير عن جمعيات الرفق بالحيوان في مصر؟ الحقيقه هو وضع مؤسف، والاكثر اسفا ان انا اشوف انه المسؤولين واحنا سنه 2018 وفي مصر وبنتكلم عن تنميه وبنتكلم عن علم وبنتكلم عن تقدم وبنتكلم عن مجتمع ما يصدش فيه العنف، ان يكون التباهي على صفحاتنا كرؤساء احياء ورؤساء ادارات ومحافظين ونواب مجلس نواب على ان احنا بننزل عشان نعمل حملات علشان نسمم فيها الحيوانات باشراف اطباء بيطريين رسميين يستسيغوا ان هم يمسكوا السم في ايدهم وينزلوا في الشوارع علشان يموتوا الكلاب تحت دعاوى انها كلاب مفوره. اولا الكلب المفور مش هياكل. مش هياكل؟ نمره واحد. لا مش هياكل يا فندم، لانه لو اخذ اي حاجه فيها سوائل هيختنق ويموت. والكلب المفور بيخاف من الاكل وبيخاف من الميه وبيخاف من الضوء. الحاجة الثانية ان هم بيقولوا انها بتهاجم الاطفال وبتروح لغاية عندهم وبتعصرهم. بيقول لك في حالتين عقر في الشرابية. انا لن انكر ان هناك امكانيات حدوث حالات عقر، لكن ما حدش ابدا يكلمني حالات العقر دي حصلت ليه او حصلت ازاي. واشمعنى الاطفال بيحصل لها حالات عقر
لكن الاطباء البيطريين واقفين في الصور قدامنا زي ما هو واضح، وواقفين في وسط الكلاب، لا كلب منهم هجم على دكتور ولا كلب منهم عقر دكتور ولا شفنا اي مظاهر. الدكتور واقف بمنتهى السلاسه والبساطه وماسك الاكل المسموم في ايده بيحطه بمنتهى السلاسه والبساطه، ولم يتعرض هو او اعضاء حملته لاي نوع من الهجوم. محدش ابدا حد يفهمني الهجوم ده اللي بيحصل دي او حياه العقر دي ممكن تكون مسبباتها ايه. هل مثلا عشان الاطفال بتجري ورا في الكلاب في الشوارع بتحدفها بالطوب؟ هل مثلا عشان الاطفال بتشوف الكلبه الوالده فبتروح تخطف ولادها منها وهي كأم مش مطلوب منها انها تدافع عن ولادها او تدافع عن نفسها؟ هل لان احنا مثلا ما جمعيه تدفق الحيوان ما بيدخلهاش اسبوعيا حالات اساءه من اطفال وصلت ان هم يرموا عليهم ميه مغليه وشاي مغلي ويقطعوا اجزاء منهم او يقطعوا ودانهم او دينهم او يخزقوا عينيهم؟ النهارده اطفال 12 سنه والحادثه موجوده على كل صفحات الفيسبوك، حبروا ان هم ينتقموا بسبب مشكله معزلينهم الطفل، فهو عنده كلب حطه قدام البيت عنده هناك في الشارع فالكلب ده خزقوا له على البيت. طبعا الكلب ده مش مطلوب منه ان هو كان يحاول يدافع عن نفسه ولا ان هو يحاول ان هو ما يتعرضش لهذه النوع من الاساءه. استاذنك يا استاذه منى خليكي معايا. وبيعفر وينزل يموتوه فورا، هو مطلوب منه ان يتخزق عينه ويتقتل ويتقطع وما يقولش يا بنت. سيادة اللواء خليكي معايا يا استاذة منى، خليكي معايا لو سمحتي. سيادة اللواء شاكر، هل يا فندم في لحظة كده، يعني انا بكلم حضرتك حتى كمواطن يا فندم كإنسان قبل ما تكون يعني رئيس حي الشرابية، هل للحظة كده يا فندم فكرنا انه اللي احنا بنعمله ده ممكن يبقى حرام وممكن يبقى مضر بالبيئة، وفكرة انه حتى لو ثواني يا سيادة اللواء وفكرة انه يعني بعد الشرح المستفيد اللي قالته استاذة منى، فكرة انه حتى لو في حالة او شكوى من عقر حصلت وده ربما لاسباب لا علاقة لها بانه الكلب ده مسعور، استاذة منى شرحت الحالات اللي بتروح لهم وهم يوميا بتروح لهم كمية حالات لكلاب شوارع مرمي عليها مية نار ومقطوع ديلها ومضروبة بمطوة وما الى ذلك، يعني هل يا فندم فكرنا انه يبقى الحل حل علمي وتنسيق مع جمعيات؟ الأستاذة حضرتك الأستاذة منى شرفنا، ونشوف مع إدارة الطب البيطري إن هي المسؤولة عن الموضوع دوت، نشوف إيه الحلول الأنسب، لأن برضو لما الطفل بيتعض من كلب أو يحصل له عقر من الكلب ده موضوع صعب جدا على الأسرة. يعني استاذه منى الموضوع صعب جدا على الاسره ان طفل يحصل له حاله عقر من الكلاب. يا ريت حضرتك تشرفنا وانا منتظرها في الحقيقه في اي وقت، واجيب معايا مديريه اداره الطب البيطري عندي ونقعد نشوف الحلول الانسب للسيطره على الموضوع دوت، لان فعلا انا عندي انتشار للكلاب الضاله كتير جدا في الشرابيات. ممكن حضرتك شرفنا ونشوف الحلول الأمثل. انا ممكن اسال حضرتك سؤال يا سياده اللواء؟ اتفضلي. يعني واتمنى انه يعني الا يضيق صدرك بهذا السؤال. لو جال حضرتك مواطن شكالك من جاره قال لك اصل انا جاري بيرمي الزباله قدام بيتي، هتقول له روح سمه ولا هتقول له ما هي يا فندم نفس الفكره. السؤال تاني لو جال حضرتك مواطن اشتكى لك من جاره قال لك والله جاري ده عامل لي مشكله وبيرمي القمامه بتاعته قدام بيتي مثلا، هتقول له روح سمه ولا في طرق وحلول؟ لا طبعا. طيب يا فندم ده روح يا سياده اللواء ده روح وده روح، البني ادم ده روح والكلب ده روح يا فندم. بعد اذن حضرتك انا ما بيجيني شك ملك. لما بتجيلي شكوى من ايه يا ست لواء؟ لا مش عايزين الخط يقطع. فرق بين اللي بيشتكي ليه مواطن معاه له زباله ده بتاخد معاه الاجراء، في اجراء بيتاخد مع المواطن. حلو قوي. فاحنا بالمثل يا ست لواء. لا مقارنه بين ان طفل يتعض وان مواطن رمى زباله قدام يا فندم انا بقول اي نوع من الشكوى، واحد جه اشتكى لك من مراته، واحده جايه تقول لك انا عندي مشكله مش عارفه مين بيضايقني في اكل عيشي، ايا كان نوع الشكوى انا بدي مثل يا فندم. بالمثل يا سياده اللواء لما تجيلك شكوى ان في كلب في الشارع من وسط مش عارفه كام الف كلب عقر طفل ولا عمل مشكله،
الحل ننزل نشوف الكلب ده ونتعامل معاه، مش ننزل يا ست اللواء نموت كلاب هي ارواح هي روح يا فندم ربنا هيحاسبنا عليها. انا هقدر اوصل للكلب اللي عض الطفل؟ امال يا فندم نستسهل ونروح ننزل نلم نرمي نبض سن في الشارع كله؟ انا بس سؤال لحضرتك، انا بس سؤال لحضرتك. طيب انا بقول لحضرتك ان في طفل تعاكر من كلب قدام مدرسه الفلانيه. طب انا ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟ لا طب جاوبيني على السؤال لو سمحت. طب يا فندم ما هو احنا جاوبنا على فكره، استاذه منى جاوبت على السؤال. قدام مدرسه في كلب عكر طفل قدام مدرسه، ماشي، هل هنقدر نوصل للكلب اللي عكر الطفل؟ ما يا فندم برضو مش الحل ان انا انزل اسم كل الكلاب اللي موجوده في الحي. بس سؤال تاني صغير. السؤال اللي حضرتك بتقولي ده ماشي ودي اجابتي على حضرتك، انا بس سؤال تاني يا ست اللواء، سؤال ده عشان بس نوصل في النهايه الحل آدمي وإنساني وعلمي ويريح الأهالي وكل حاجة. ثانية واحدة، ثانية واحدة، شرفنا ونعمل ثانية واحدة. حاضر بيننا وبين إضافة. حاضر هنعمل كده يا فندم وهتجيلك. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة يا سيادة اللواء من فضلك. لو أنا عندي مشكلة وفي أهالي اشتكوا من كلب، ممكن أعرف الجواب يا فندم اللي فيه؟ لو سمحت يا شباب الجواب ينزل على الشاشة. الجواب يا فندم اللي فيه السيد اللواء رئيس حي الشرابية تحية طيبة وبعد نحيط علم سيادتكم أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الكلاب الضالة. قامت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم فلان وفلان 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 بالمرور في حي الشرابية يوم كذا الساعة كذا، وقامت اللجنة بالمرور في الشوارع كذا، وتم إطعام عدد 63 كلب وسبع قطط، وعدد الطعوم المستخدمة 3 طعم من الاستركنين لقتل الكلاب، وعدد الطعوم المستخدمة 2 طعم من اللانيت تقريبا نوع الطعم لقتل القطط. طب بنقتل القطط ليه يا استاذة منى؟ اتفضلي ست اللواء. سامع يا استاذة منى، هو سؤال مهم جدا. انت دلوقتي بتقول ان الشكوى جاية بسبب انه الاطفال في المدرسة تم عطاها من كلاب. طب هي الكلاب اتواجدت في المنطقة دي ليه؟ طب هو سم الاستريكنين ما بيشكلش خطر على الاطفال؟ لو طفل من الاطفال دي اللي بينطوا من فوق الاسوار وبيطلعوا يلعبوا كره في الشارع وبيقعوا على بالعجل بتاعهم وقع في مكان كان فيه سم استريكنين، هو ده مش هيموت فوري؟ مش هيلحق يوصل لحد المستشفى؟ طيب هل هو خطر الكلاب في الشوارع على الاطفال في المدارس اكثر من اكوام القمامه اللي موجوده اللي هي اساسا سبب وجود الكلاب؟ فهي الكلاب اتمددت لان في مصدر اكل. الكلب هو اللي خطر واكوام القمامه مش خطر؟ سم الاستكنين وسم اللانت اللي بيتلموا على الارض عشوائيا وبيكسبوا كده، واللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش ما ياكلش، ده لا يمثل خطر على الاطفال وعلى كل سكان المنطقه؟ بنرمي سم عشوائي في المنطقه؟ ان كلب واحد عفر انزل اعمل عمليه اباده لكلاب ثانيه ملهاش اي ذنب ملهاش علاقه ما عملتش حاجه لحد ما هجمتش حد، فيها امهات بترضع وفيها كلاب غلبانه جدا ما تعملش حاجه لحد، فانا استبحت القتل الجماعي؟ طب يا ست اللواء يعني جات لك شكوى من الكلاب يا فندم، جات لك شكوى من الكلاب، ايه علاقه القطط بالموضوع؟ انزل ارمي سم في الشارع للقطط ليه؟ لو سمحتي زي ما بتسالي ممكن تسمعيني. اتفضل. وإلا مفيش داعي انك تساليني. اتفضل. السم ده بتحدده اداره الطب البيطري. ودي دكاتره مختصين مش انا اللي بحدده كرئيس حي. يعني السم ده بتحدده اداره الطب البيطري. الإدارة بتحدد نوع السم اللي بتستخدمه. لكن لو حضرتك كرئيس حي على مستوى عالي جدا. تمام. على مستوى عالي جدا. تمام. ممكن حضرتك تيجي تتناقش معهم في نوع السم اللي بيستخدم، لأن أنا ما أقدرش أحدد مواصفات السم وتأثيره. مش سم لو سمحتي بعد إذن حضرتك. والناس الدكاترة اللي موجودين والناس اللي موجودة في الحملة بتتأكد تماما إن كل الطعوم اللي اتحطت للكلاب أو القطط انها اتاكلت واتشالت وان مفيش بقايا منها على الارض، وعشان كده بتشكل اللجنه دي باسماء عشان لو تواجد اي حاجه بعد كده يبقى هي النازل مسؤوله عنها قدامي. سياده اللواء احنا بنتكلم في اتجاهات الموضوع، مش ان احنا بندافع. انا لو عندي طفل اتعض النهارده، لو ابن ده اللي اتعكر من الكلب هيكون رد فعل غير كده تماما. سياده اللواء نحن نتحدث في اتجاهات مختلفة، نحن نتحدث عن اتباع الأساليب العلمية وهي بعدنا عن الحفاظ على أطفالنا وبنتكلم في مجال تاني خالص يا فندم. الحفاظ على أطفالنا يا فندم لا يكون بقتل وسم كلاب الشوارع وقطط الشوارع اللي ملاش علاقة بالموضوع. الحفاظ على أطفالنا يا فندم بعمل عمليات إخصاء لكلاب الشوارع. تشرفنا الأستاذة
ونعمل اجتماع بينها وبين الطب البيطري عندي في مكتبي. امتى يا سياده اللواء؟ نشوف انسب التوقيت اللي يناسبها. استاذه منى معلش تروحي تقابلي امتى رئيس حي الشرابيه؟ انا بعد اذن حضرتك لو الكنترول يديني رقم تليفونه اتواصل مع سيادته صباحا وانا هروح لجايه مكتبه. بس انا برضو بنتهز الفرصه دي وعلى الهواء وبشكل علني انا ببلغك يا فندم ان سم الاستريكنين سم يشكل خطر شديد على الارواح لانه بيقتل بالشم واللمس والاكل. يعني لو طفل لمسه بس ما اكلوش هيموت، لو اتشم بس هيموت. لا يوجد بقايا للسم بعد انتهاء الحملة، بعد انتهاء الحملة لا يوجد بقايا للسم. ف النقاش ده يبقى مع الطب البيطري، المختصين في الطب البيطري هم يقدروا يردوا على حضرتك. هم يعرفوا ده تماما يا فندم، بس انا بعرف حضرتك كرئيس لحي بشكل رسمي وعلى الهواء خطورة هذا السم، وحضرتك كرئيس حي تقدر تلجأ لأطباء متخصصين يعرفوك تأثير هذا السم المحرم استخدامه دوليا. هيكون متواجد معانا الطب البيطري في الاجتماع ونشوف ايه الاضرار بتاعته والحمله بتتم ازاي وهشرح لحضرتك هم بينفذوا بالظبط ازاي ونشوف الحلول المقترحه وتتعرض. اشكرك سياده اللواء شاكر يونس رئيس حي الشرابيه. حالا وعدنا على الهواء انه هيستقبل ان شاء الله استاذه منى خليل. انا بشكرك يا سياده اللواء. استاذه منى. ايوه استاذه منى. هو انا حاسه ان احنا بنتكلم وانا ما قلتش الكلام ده في ظهر الست اللي هو انا بقوله على الهوا وقلته له. انا حاسه ان احنا بنتكلم في اتجاهين مختلفين، انه الست اللي هو لاخر لحظه بيقول طب شوفوا ايه نوع السم الكويس اللي نحطه للكلاب، هو احنا بنتكلم في حاجه تانية. انه ما هو لانه توجه يا استاذه منى واضح انه التوجه عندنا هو القتل عموما. احنا لا بندور على حلول علميه ولا بندور على حلول شرعيه ولا بندور على حلول انسانيه ولا بنعترف ان اساسا ان هذا الحيوان وهذه الارواح لها حق ولا مؤمنين ان احنا هنتسائل عليهم. وهناك استساده لمجرد ان الطب البيطري هو المسؤول وبيتصرف كده فخلاص هم اصحاب الشأن وهم بيعملوا كده فهم ادرى، وده شيء ما ينفعش. يعني هل الشكاوى علشان طفل اتعقر مش باهميه حجم الزباله المرميه في الشوارع والطرق اللي مش مرصوفه والخطر اللي بيتهدد المنطقه زي منطقه الشرابيه بكل مشاكلها المعروفه، ده هو ده كله احنا ما بناخدش فيه اجراء، لكن عارفين ناخد اجراءات علشان في طفل اتعثر من كلب واحد معين فنزلت عملنا عمليه اباده لكل الكلاب بشكل عشوائي، وادعاء ان كل الطعوم يتم تناولها ادعاء غير صحيح بدليل ان احنا بنلاقي طعوم مسمومه وبنشيلها من الارض، بدليل ان احنا توجهنا قبل كده مرتين لاقصى البوليس في هذه الطعوم عشان نعمل محاضر نثبت فيها وجود الطعوم في الشارع. الدكاتره بتعمل طعوم وبتمشي، الدكاتره ما بيفرقش معاها اللي كان كل واللي ما كانش ما كلش، بدليل التباين في الاعداد اللي مكتوبه من عدد الطعوم لعدد الكلاب. في حاجه غلط اساسا في هذا الكلام. طب دلوقتي يا منى وبعدين احنا عندنا كلب عقر، طب انا نازل بسم مخصوص للقطط ليه؟ ده انا لازم استهدف القطط بقى كمان، مش بالصدفه ان هم اكلوا من نفس الاكل اللي رميته للكلاب الجلبانه اللي نص عشان يموتوا. لا بالمره يا منى، يا منى بالمره، يعني انا بس مش بكلف الدوله فلوس نازلين نقتل الكلاب بالمره. يلا عندنا سم في المخزن، عندنا سم في المخزن، يلا ينفع انزلوا موتوا القطط اللي في الشوارع. لا يا فندم هو مش سم في المخزن، ده سم بيكلف الدوله فلوس. وهنرجع نقول تاني لو حصلت مصيبه لبني ادم واحد وانا اكيد انها حصلت ولم تتبين ان محدش هيفهم ايه اللي حصل، هذا السم يتم استيراده دون استيراد النص المضاد ليه. لو حصل خطا بشري حتى خافوا على دكاترتكم ومش خايفين على الحيوانات والناس، ممكن نسبه خطا 1% تحصل يروح فيها حد. انت ما عندكش نص مضاد، انت ما عندكش امكانيه اجراء تحليل لسم الاستريكنين لبيان البني ادم اللي دخل لي المستشفى ده مصاب وظهر عليه اعراض انا مش عارف هي ايه، ميت من عرض تاني ولا ميت من سم الاستريكنين، مش هنقدر نثبته. طب دلوقتي يا منى، طب دلوقتي واضح بالنسبه لنا مركز السموم الاصل العيني لم يكن لديه القدره على بيان اذا هذا كان سم الاستريكنين خلال تحليل ولا لا، الاعراض كلها كانت باينه واضحه لكن التقرير طلع مخالف. والاستناده الى ما عندناش تحاليل لسم الاستريكنين في مصر وما عنديش مصر مضاد لو حصل لطفل او بني ادم او اي حد ماشي في الشارع انه تصادف انه جه على نفس المكان اللي فيه السم، واحنا قاعدين بنبرر وقاعدين بنتقول على دار الافتاء وعلى الازهر ان هم لدينا تصريح بهذا الكلام، احنا كمان خلاص بقى يعني كمان بندعي على الازهر والاداره الافتاء اموره ما بتحصلش. طب دلوقتي يا منى اصلا انا عارفه اللي هيحصل، انت دلوقتي هتروحي تقابلي رئيس حي الشرابيه وهتقعدوا مع بعض وهيبقى جايب لك حد من الطب البيطري، انت هتقترحي ان في عمليات اخصاء تتعمل فالاعداد دي كلها تقف مش في دكاتره،
فهيرجع الطب البيطري طبعا والاداره نفسها يوقفوا الموضوع ده. الاداره لا تملك انها توقف هذا الكلام. الاداره عندها ادارات بتمشيها، عندها رئيس حي بيمشيها، وعندها هيئه عامه للخدمات البيطريه بتمشيها، والهيئه دي تعليماتها والهيئه دي توقفها. مين يا منى؟ مين يا منى؟ مين اللي في ايده قرار اللي مصمم بهذا الشكل الغريب الحقيقه انه يستورد سم الاستريكنين المحرم دوليا بالمناسبه، ويفضل بينزل يقتل ويسم فيه كلاب الشوارع وبشكل عشوائي؟ مين اللي في ايده القرار ده؟ حضرتك عندك اكثر من جهه تستورد السم في مصر، على راسها الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتستورد، المحافظات بتستورد بشكل مباشر، الادارات التابعه لوزاره الصحه، وزاره الصحه بتستورد سم الاستريكنين. انت عندك اكثر من جهه الحقيقه بقت عمليه سم الاستريكنين دي بقت يعني منتشره ما بين هيئه الطب البيطري لمحافظات لوزاره الصحه. والسؤال مره ثانيه، هل هذا السم موجود على جداول السموم والصيدله في وزاره الصحه وفي الهيئه العامه للخدمات البيطريه رسميا؟ في حاجه غلط في الموضوع، في حاجه غلط. يقينا في حاجه غلط، في حاجه غلط. والشيء الاغرب حجم الاصرار المستمر على انه هذا هو الاسلوب الذي يتم استخدامه، والتضرع بالاف الذرائع الاخرى. احنا اصلا ما عندناش غير ده، فلما تدي البديل يقول لك اصل البديل مكلف، فاجي اقول له طب انا هعمل لك البديل وانت مش هتتكلف اي حاجه، يرجع يقول لك ما انا عندي فتوى، ارجع اقول له الفتوى قالت ان التابوت دي كانت تتخلص من المؤذي لكن ما تتخلصش باسلوب مؤذي ولا يسبب له العذاب ولا يسبب له الالم، يرجع يقول لك اصل انا ما عنديش غير هو الوسيله ديت. فبنلف في حلقه مفرده، الغرض الوحيد والاساسي منها والاصرار الواضح فيها على انه هنسم هنسم، هنستورد هنستورد، هنجيب السلكين يعني هنجيب السلكين، مش هنعمل حاجه ثانيه غير كده، ما عندناش استعداد للنقاش، لا مش هنسمع المجتمع المدني، لا مش هنستخدم اساليب بديله، لا مش هنعمل توعيه للناس اللي في كتير جدا من المشكلات نتيجه وجود عدم توعيه للناس بشان التعامل مع حيوانات الشوارع. وده جزء مهم جدا، هم الساده اطباء الهيئه العامه للخدمات البيطريه اللي بيطلعوا سنويا بالخمس والست والعشر مؤتمرات في منظمه الصحه الحيوانيه ومنظمات اخرى ذات صله، مش هي ده الموضوعات اللي بتسمعوها والحلول اللي بتسمعوها والاصرار على ان يكون هناك توعيه وان يكون هناك تفعيل وان يكون هناك استراتيجيه موحده للعالم عشان التخلص من الصعار بحلول 2030، وبيروحوا مؤتمرات بيكلفوا الدوله فلوس وبيقعدوا في المؤتمرات ونرجع كاننا ما سمعناش حاجه وما نطبقش حاجه من اللي احنا سمعناه. طب ليه؟ طب بتطلعوا المؤتمرات ليه لما انتم مستمرين في نفس الاسلوب وفي نفس المنهج؟ منى انا بشكرك، بشكرك جزيل الشكر. احنا ان شاء الله يا منى زي ما اتفقنا قريب ان شاء الله عايزين نعمل فقره كده نتكلم بقى في الموضوع بالتفصيل ونفهم ونشوف كده. واهلا وسهلا لو الهيئه العامه للخدمات البيطريه تحب طبعا تبعت اي حد يشاركنا الحوار، يا اهلا وسهلا. انا بشكرك جزيل الشكر استاذه منى خليل نائب رئيس الجمعيه المصريه للرفق بالحيوان. الى الساده في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، لا اعلم هذا النداء رقم كام على مدار السنوات الماضيه، ستحاسبون وستسألون أمام الله عز وجل يوم القيامة يوم الحق عما تفعلون من إزهاق أرواح كائنات وأرواح تتنفس وتسبح بحمد الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق الحيوانات كده في الشارع على فكرة، يعني هي الكلاب مش جايلنا من مش نازلنا من كوكب تاني، يعني يعملوا ايه؟ يروحوا فين؟ اصل بنمشي في الشارع بنلاقي كلاب، ايوه يعني يروحوا فين حضراتكم؟ يعني يمشوا يعملوا ايه؟ انا ما زلت مش متخيله ان الطبيب البيطري اللي بيقعد كام سنه يدرس الطب البيطري ويكون مسؤول عن حمايه الحيوان والحفاظ على روحه هو اللي بينزل بايديه يحط سم، لا ويفضل واقف من بعيد عشان يطمن ان الكلب اكل السم ومصارينه اتقطعت وطلع في الروح ومات، ويرجع بقى على المديريه ولا يرجع على المكتب يكتب تقرير يقول تمام. في حاجه غلط، في حاجة غلط. التصميم والإصرار الغير منطقي إن احنا نستورد سم محرم دوليا ده مصيبة، مصيبة والله العظيم. أنا بقى المرة دي بجد أنا بقول أتمنى هيئة الرقابة الإدارية تفتح الملف ده. هيئة الرقابة الإدارية لما بتدخل في أي حاجة الصراحة بتجيب قرارها من الآخر، تفتح بقى ملف الطب البيطري، تفتح الهيئة العامة للخدمات البيطرية كده تشوف ملفاتها إيه. بنستورد سم محرم دوليا بيخلي سمعتنا بره، ادخلوا على المواقع الحاجات اللي بره اللي فيها، ادخلوا على الديلي ميل وادخلوا على المواقع دي كلها اللي بيكتبوا ارتكلز ومقالات قد كده، مصر بينزلوا يسموا الحيوانات في الشوارع، تمشي في الشارع تلاقي كلاب مسمومه وكلاب ميته مقلوبه على ظهرها.
اتمنى ان هيئه الرقابه الاداريه الموقره تفتح ملف الهيئه العامه للخدمات البيطريه. اتمنى والله العظيم بدعيها من ربنا. شوف بقى يمكن احنا غلطانين. سم الاستركنين ده بنستورده بقد ايه؟ بنستورده بكام؟ ليه مصممين عليه؟ ليه مع كل الطلبات اللي قدمت لاكثر من 4 5 6 وزراء زراعه سابقين والحالي من جمعيات المجتمع المدني والرفق بالحيوان نعمل عمليات اخصاء؟ مش هنكلف الدوله حاجه، مش عايزين حاجه من الدوله. عشان محدش يقول يعني احنا خلاص بدل ما نصرف على التربيه والتعليم والصحه عايزيننا ننزل نعمل عمليات للكلاب في الشوارع، الدوله مش هتتكفل بحاجه. كل اللي طالبينه انه يبقى في قرار سيادي للهيئه العامه للخدمات البيطريه، بطلوا سم، بطلوا سم، بطلوا ازهاق في ارواح. حرام، دي كائنات بتحس زينا، بس الفرق انها ما بتعرفش تتكلم ولا تطلع تصرخ ولا تجري على الجرايد وتشتكي ولا تطلع في التلفزيون تحكي. حرام. نروح لخبر يعني مبهج.